السلام عليكم، كدايرين؟ هانية بخير. اش كتعاودو؟ انا اليوم نوريكم شي حاجة عاود هنايا. دابا في اوروبا، دابا ولاو الناس كيستعملوا السيارة ديال الضو، هادو راه ديال الضو كله، راه ما هما كيشرجوهم هنايا. دابا راه ولاو دابا هادشي منتشر في الستاسيونات، يعني هذا راه ستاسيون عادي، الليسانس راه هو عليه والمازوط ها ديال الضو، ها هو الناس كيشرجو هنايا. دابا يعني كتجي ساعة المكانة كتشرجي الطوموبيلة ديالك وكتمشي، يعني إلا شرجتيها حتى تعمر كضرب عليك 500-600 كيلومتر. يعني هادشي دابا ولا كينتشر في أوروبا، وكيفاش كيستعملو هادشي دابا؟ يعني كل واحد اللي عنده الطوموبيلة ديال الضو كيعطيولو، كتكون عنده الكارطة ديالو، ديال الكارطة ديال الضو، وملي كيجيو هنايا مثلا كيدوز الكارطة ديالو كيعمر الطوموبيل ديالو صافي، كيمشي حتى راه شحال كيجيلو الفاكتور ديال الضو، شحال استعمل ديال الضو صافي. يعني هادشي راه ولا منتشر في هولندا دابا، يعني هادشي دابا راه يعني الطوموبيلات كاع كامل تقريبا يعني راه كيخدمو بالضو. كاين اللي كيخدمو بالضو بليسانس، ولكن يعني كاين اللي كيكون فيها الموتور صغير ديال الليسانس، والموتور هاديك هايبريد كيقولو ليها، ويعني كتخدم بليسانس وبالضو. دابا ولي 2019 دابا ولاو كيخرجو بور ديال الضو نيشان، يعني دابا ولاو لقاو لهم الحل. ديك الساعة كنتي كتجي مثلا بغيتي تشارجي الطوموبيلة ديالك هنايا مثلا، خصك تسنى 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع باش يكون الباتري عامر. دابا لا، دابا كتجي ساعة المكانة 45 دقيقة كتعمر الطوموبيل ديالك كتمشي صافي. هاهو بحال الساسون، هاهو دابا كيشارجيو. يعني هادي دابا اللي بغيت نوصل في هاد الميساج، هادشي دابا الدقة ديال الخليجية، هذوك الخنازير ديال الخليجية اللي كيتفرعلوا بهذوك الأموال ديال البترول، هاد الدقة ديالهم ها هي. دابا من هنا واحد 5 سنين تاه مابقاش يشري مازوت وليسانس صافي. ودابا الحكومة الهولندية راه درت واحد الحاجة دابا، يعني اللي بغا يشري الطوموبيلة ديال الضو يعني كتخلص له واحد الطرف، مثلا كتخلص له مثلا بحال يشري الطوموبيلة مثلا ب 40,000 أورو، الحكومة كتخلص عليه 15,000 ولا 16,000 أورو كتعطيه له، باش كلشي الناس يلوحوا الطوموبيلة ديال الليسانس وديال المازوت باش يشريو الطوموبيلة ديال الضو. هاهو دابا يعني كتجي دابا راه دابا كلشي هادشي منتشر دابا في اوروبا في ستاسيونات. هاهو ما ستاسيونات هنايا دابا، و كتجي كتشارجي الطوموبيل ديالك كتمشي صافي، باي باي يا ليسونس و المازوت صافي. حتى الطوموبيل دابا اللي كيتصنعو دابا، يعني بحال مثلا تيسلا ولا بورش ولا تويوتا ولا نيسان ولا يعني خولف الفولكسواغن ولا يعني دابا ولاو حتى الباتريات ديالهم دابا ولاو الباتريات اللي باش كيخدمو دابا ديال اللي كيتشرجاو، يعني كانوا في الاول ما كيضربو والو 250 كيلومتر 300 كيلومتر، دابا تقدر تضرب 700 كيلومتر وتشرجي عاود صافي. يعني تبارك الله العلم فين وصل. وانا هاد الرسالة بغيت نوصل فيها لهذوك الخنازير ديال 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 السواعده وديال ديال الخليج اللي كيجيو تما كيتفرعلوا بهذيك الريالات ديال المازوت وليسانس. ها هما دابا الناس ما صافي، ها هما الناس دابا داروا ها هما الناس دابا داروا ديال الضو هنايا الصلاه النبي، ما بقيناش لا حاجه تا لينا بليسانس والمازوت دابا، ايما لا حاجة لينا دابا بالمازوت ولا بليسانس صافي. يعني نديرو الضو وشارجيو، مراد ولا ندير زيت اونغفير يا دمار اونغفير ويرتشي عند الهالف يا ان ولا ندير زيت اونغفير 500 كيلومتر 600 يا مفولادة اش تخود بعد دان ديزل اوف بنزينه يا بريسيس يا ما دايز نتي خدنا خروي ان اوروبا ها سو سوري سوري سي خدنا خروي ان اوروبا يا 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 الكتريس اوتوس يا اوفر اوتو يا ما ايش خد يا يا ايش خد مان دانك يو دانك يو مان. دابا هذا الطلب ديال هذاك، هذا دابا راه تاكسي، هاد التاكسيات هادو
هذو التاكسيات ديال اللي كيهزو الناس الشوارف وهذاك الشيء. دابا هذا قال لي هادشي اللي قال لي بالهولنديه، قال لي يعني غاليه تقدر حنا الساعه ديال المكانه تشارجي الا بغيتي دير زعما بالجهه تشارجي بالساعه ديال المكانه. قال لك هاد التاكسيات هادو دابا هاد النيسان هادو راه دوك القدامين شويه قال لك كضرب 300 كيلومتر وكيجي كيشارجي صافي هو غير كيدور يعني 300 كيلومتر راه احسن. هذا راني سير خدمة شوية ما بحال هادو دابا الجدادين هاد التيسلا اللي خرجوا جدادين وهادوك تويوتا وهاد الفولكسواغن هادو يعني راه كيضربو كتر يعني. المهم راه راه احسن من المازدو ليسانس ورخيص. هولندا الضو ارخص حاجة في هولندا هو الضو يعني الضو راه هولندا عندها بزاف كتنشد بزاف ديال الضو يعني الضو رخيص يعني تقدر تستعمل الشهر كله كاع الا جات لك تجي لك واحد 50 اورو ولا 40 اورو في الشهر يعني الا انت كنت كتخسر 40 اورو ولا 50 اورو في الشهر. الطوموبيل عادي تحب التاكسيات اللي كيدورو بزاف مع الناس اللي غير عاديين اللي الناس عاديين اللي عندهم الطوموبيلات ديال اللي عندهم الطوموبيلات ديال ديالهم زعما ما يوصلوش حتى هذيك المبلغ. بحال هادو دابا اللي كيخدموا بهم يعني راه كيستعملها يوميا وكيدور نهار كامل بحال هذوك الاخرين لا. هادشي اللي كاين على الفيديو ديال اليوم الاخوان كنتمنى باش يعجبكم. المهم الطوموبيلات ديال الضو وديك الجهه الاخرى راه هما هاديك ستاسيون راه ديال ليسانس والمازوت اللي بغيتي ديال ليسانس والمازوت يعني اللي بغيت غير نوصل غادي نبشر هادوك الخنازير هادوك الحلالف دوك الجهلة ديال السواعده والخليجيين وهادوك صحاب البيوات اللي كيديروا البيوات فوق روسهم فبشروا على الضو لا حاجة لنا بالمازوت ولا ليسانس. انا استاسيون هو هذوك اللي كيجيو كيغتصبوا البلاد في المغرب وفي تايلاند وفي الدول اللي ضعيفة بالاموال ديال البترول راه حاجة ديال العالم البترول دابا ما بقاش يحتاج شي واحد صافي كلشي الناس غادي تبقى ديرها دير الطوموبيل ديال الضو وسير هذاك اللي صار الشربون تاع باش تجيو حتى نتوما تخدموا عند الناس لان نتوما ما كتحترموا لا اللي كيخدم معاكم ولا اللي كيجي لعندكم يخدم تما وحتى شي حاجه نتوما جهاله الاحفاد ديال ابو جهل راه نتوما هما السواقه الحيوانات الخنازير. الفيديو ديال اليوم الاخوان على الخنازير ديال السواقه ولاد العايرات اللي ما كيحترم واحد اللي كيضربوا العمال عندهم تمايا وكيحيدوا لهم الباسبورات باش يرجعوهم عبيد. قال لك الكفاله ها الكفاله اللي دينكم دابا ان شاء الله واحد عامين ولا 3 سنين ما تشربش حتى شي طوبيلات المازوت في هولندا وفي اوروبا كاع وهذاك المازوت شي شربو غادي يولى داك المازوت بجدريال البرميل غير شربو وكتشوف اش غادي دير به اش غادي يدير لك شي حاجه باش حتى انتم ما تخرجوا تخدموا عند الناس باش تشوفوا هذاك الشيء اللي كنتو كديروا الناس في بلادكم واش غادي الحيوانات نعرض الله يوعلكم اليوم الدين الخنازير وكاع الناس كيشرجيو اجي تجلس دير كاس ديال القهوه وشرجي الطوموبيله ديالك وسير صافي انتهى الامر. انا اخويا مع داك السواعد انا ما نحملش دين ربهم انا لا ما نحملش دين مومان هذوك جهله الخنازير ديال 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 الدنيا هما السواعده خنازير. داير واحد البلو فوق راسو تمايا وبقى كيشوف تمايا بحال تحت هذاك داك الزمر اللي كيديروها فوق روسهم تمايا الخنازير والكروشه ديالهم فيهم جوج متر ولا 3 متر يحسب راسو راه شي حاجه راه الفلوس ديال البترول ديال المكلي اللي كاكور. دابا تجي تشوف واش غادي واحد 4 سنين ولا 5 سنين تشوف واش مازال هذاك البترول اللي غادي يوكل لك الخبز باش تشوف الحيوانات. الله يوعلكم اليوم الدين اجيو غيتصبوا ولاد الحرم النساء تمايا في المغرب ويغتصبوا الاولاد ويغتصبوا البنات الصغار ويغتصبوا الحيوانات تمايا قال لك كيتفرعنوا على الفلوس ها الفلوس الريالات ديال البترول تما كيجيو يخسروهم تما يستغل فيهم الضعفاء اما الدول اللي هما الدول اللي هما متقدمه بحال اوروبا راه ما منظمش ما كيجيوش هما هنايا اوروبا ما كيجيوش غير كيستغلوا هذوك الدول الفقيره اليمن المغرب
يمشيو لتايلاند يمشيو لكمبوديا يمشيو للفلبين يمشيو هذوك الناس مساكن اللي ما عندهمش صافي اخي ما جاي يقول لك رز 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 دين امك رز رز امك راه حنا بلاد الخبز ماشي الرز الاحمر الحيوان بلاد القمح الخنزير الله يوعلكم اليوم الدين يلا الاخوان الفيديو كيوصل للنهايه ديالو شكرا على المتابعه اللي عجبك الشيء تقاجه في القناه يلا شكرا.